سلام، تسلم ايديك يا سموحه. مبسوط يا سيد الناس؟ طبعا يا ست البنات، ولسه بقى اما الفلوس تيجي والعمليه تتم هتنغنغ على الاخر. ناوي تعمل ايه بالفلوس دي كلها يا سي مختار؟ اول حاجه هعملها هبطل شغل. يا لهوي، امال هتعمل ايه؟ هتفرغ بقى للمتعه وصرف الفلوس. وده كلام برضو؟ يا بنت افهمي، هما كام الف ويخلصوا؟ دي ملايين متستفه ومحتاجه وقت ومجهود عشان تتصرف. ولا الراجل قيمته في شغله، ومفيش احلى من القرش اللي بيجي بعرق الجبين. ايه الكلام ابو ريحه ده؟ يا بنت انا هبطل اعرق خالص. هو في حد يقدر يعمل كده؟ ناس كتير، بس انت اللي مش دريانه. وبيعملوا ايه دول عشان ما يعرقوش؟ بيعملوا كتير، بيقعدوا في تكييفات، يستحموا في كولونيات. طب ما كده هيجيلهم تسلخات. فقيره وجهله.